هدف السكر 97% في اخر 14 يوم من قياساتها كويسه بالكونتينوس جلوكوز مونيتورنج. دي بنوته ثانيه عندها 10 سنين بعتني دول اللي قد خرجت الحمد لله، دي وصلت 98% في اخر 14 يوم كنترول. يعني ايه؟ يعني ممكن الاحلام في يوم من الايام اللي كنا بندور عليها تبقى احلام حقيقيه. طب ايه الميشنز بتاعتنا كدكاتره؟ الميشنز بتاعتنا او التولز بتاعتنا، عندنا بيشنت ايديوكيشن معاه دايبيتس ان تكنولوجي معاه ميديكيشنز ومعاه حاجه مهمه جدا الريسيرش وكونتينوس كلينيكال ايديوكيشن. النهارده انا هحاول هايلايت في علاقتنا مع عيانينا على البيشنت ايديوكيشن، بس لازم نعرف ان الانتنسيف بروتوكول ده مش من غير ثمن. يعني انا كل ما هظبط عيان اكتر كل ما هكلف فلوس اكتر، كل ما هاخد ريسك اكتر، كل ما هزود الاوبيستي بتاعت العيانين، كل ما هزود المورتاليتي. فانا محتاج ان انا في الوقت اللي بشد فيه على عياني بحاول اظبطه جامد جدا، في نفس الوقت ما اخسروش. يعني احنا مش العمليه بتنجح بس المريض لا. فمهم جدا ان انا اوصل لده، فبالتالي ان انا عايز اقلل الريسك بتاعت الدايبيتك كومبليكيشن في نفس الوقت اللي انا عايز ازود فيه الكير لو. وبالتالي هنا في حاجه اسمها الاسباب جايد لاينز، قال لك مش مهم انت معاك فلوس قد ايه، المهم انك انت هتلعب ازاي. فمن اول انك تقيس 4 لـ6 مرات في اليوم، او انك انت تستخدم هيموجلوبين اي 1 سي، او انك انت تستخدم كونتينوس جلوكوز مونيتورنج، الكلام كله مش مهم انت هتستخدم تول ايه، المهم ان انت هتعلم عيانك ازاي وهتطلع نتيجه شكلها ايه. فبالتالي البيشنت اديوكيشن هنا هي اسم اللعبه. طيب ايه مشكله البيشنت اديوكيشن؟ ان احنا برينا فتره كبيره جدا من اول ما الناس كانت بتجيب الانسولين من الخنازير لحد الايه الالام والانسولين لحد ما وصلنا للبمب والايه والكونتينوس مونيتورنج. في حاجات بنعلمها العيان وفي حاجات بنتعلمها احنا. يعني كل شويه في حاجات بتبقى احنا محتاجين نبقى ابديتد علشان نبقى كويسين. اهم خطوه واهم حاجه عايز اقولها ان لما بيجي لك العيان اول مره وثاني مره وانت بتقعد تعلمه مره واثنين وتقعد معاه ساعه واثنين هو ما بيبقاش سامعك لانه زعلان على ابنك. فاول خطوه ان انت اللي هتقوله ده في الاول هيجي لك العيان ثاني تحتاج تعمل له ريفورسمنت، كل شويه تحتاج تجدد بياناتك، كل شويه هتحتاج تجدد معلوماتك ثاني عشان العيان يتعلم. كل مرحله في العمر عندنا فيها مشكله. اول حاجه الاحاديث الولاده لحد 3 سنين احنا خايفين من الهايبوجلايسيميا، عايزين برين جروث كويس، عايزين نعلم الاهل في خوف شديد هياكل ازاي هيشرب ازاي. نخش على المرحله بعدها راح المدرسه ابتدى يشوف الولاد التانيين بياكلوا حاجات حلوه، ابتدى يشوف ان هم هيتسمع حد تاني في الحضانه والكير بتاع الايه الاخرين له. دخل المدرسه ابتدى يبقى له راي، ابتدى يقول اشمعنى انا، ابتدى يقول انا عايز اكل كذا، ابتدى عايز يزود ويخرج مع اصحابه، ابتدى عايز يروح يعمل سبورتس. ففي كل مرحله بنجيب اكتر. طبعا الادوليسنس وما ادراكم ما الادوليسنس، انا بيتهيألي عديت المرحله دي بقالي كتير شويه لكن انتوا لسه قريبين منها. فبالتالي برضه مرحله الادوليسنس والعند وانا ما يمشيش عليا كلام حد وانا ليا رايي وانا هخش ولقيت في جوجل الموضوع الفلاني وهنعمل لو كارب لا هنعمل كيتوجينيك لا انا ممكن اوقف مره انسولين. الحاجه الاخيره في الاديوكيشن ان مش كلنا بنتكلم ساعات نفس اللغه. وساعات في ناس جنرال بيبقوا موجودين بينا ما بيبقاش اب تو ديتد فساعات بيقول معلومه ممكن تكون في وقت من الاوقات كانت صح بس ادمت. فبالتالي انت محتاج تابديت النولج دايما. الحاجه الثانيه مش كل الكيد جيبر بتوعك هو الاب والام، في عندك مدرس، في عندك خال وعم، عندك جد وجد صح؟ كل دول لازم يسمعوا ويعرفوا انت عايز منهم تارجت ايه. يعني مثلا احنا شفنا مدرسين كتير جدا اول ما يخشوا الولد الدايبيتس او جاوب اول سؤال اه حلو اديله حته شوكولاته ليه عشان يضمن انه ما يموتش عنده. راح عند خالته راح عند عمته عشان ما يتشنكش اكله حاجه حلوه ولما يروح لمامته تبقى تظبطه. احنا محتاجين ان العيانين يتعلموا صح. طيب يبقى احنا عندنا كونتينوس جلوكوز مونيتورنج لكن قياس السكر من 4 لـ6 مرات في اليوم ولحد 8 مرات ده كويس وممكن يظبط لك عيانك كويس وممكن توصل معاه لارقام كويسه. يجي العيان يقول لك انا لما بقيس بالسنسور بيطلع ارقام، لما بقيس بالدم بيطلع ارقام، لما بقيس بالجهاز بيطلع ارقام، لان كل واحد فيهم بيقيس حته، لما بنقيس فينوس بلاد احنا بناخد فينوس بلاد، لما بناخد التراديشنال بالجهاز احنا بنقيس كابيلاري، السنسور بنقيس تيشو. فبالتالي الاجهزه دي بتبقى كالبريتد، فخد جهاز واحد للاخر وكمل بيه. تاني حاجه مهمه امتى العيان دي ستون؟ العيان ده بيفومت، العيان ده عنده دور انفكشن، العيان ده سكر فوق 250، العيان ده عمل اكسرسايز كبير وبدا ينوخ،
مهم قوي ان انا اقيس الكيتون بودز واعلمه امتى يقيسها، امتى يتصل بيك وامتى يروح يعمل كونسلتيشن. ده مهم. المهم قوي كمان انك تدي حاجه الاستر للتاكل، يعني تديله حاجه فيها صور يبتدي يتعلم. والله انا هحقن هنا، ده شكل اماكن الحقن، الحقن ده اللي في رجليك بتتاخد في الحته الفلانيه، القاعدي بيتاخد في المكان الفلاني علشان يبتدي يتعلم. مهم قوي اعرفه يدور عليه في جسمه، بالذات الادوليسنت في مين، في عندها حته مكعكعه، في عندها حته نازله لجوه، فيها لايك ديستروفي، يبقى المكان ده هيخلي السكر يلخبط، ولما ناخد الحقن فيه السكر بتاعنا هيلخبط. الدنيا بقى غاليه، سن سن الشكاكه ده بكام؟ داخل في 6 جنيه دلوقتي و7 جنيه و8 جنيه. انت عايزه تغير 4 مرات في اليوم، يبقى بس كوست الشكه لوحده في اليوم هيخش في 30 40 جنيه. فهو مش بيغيره كل يوم، ده ساعات بيغيره كل قلب. فلازم تعرفوا ان شكل السن هيبقى ديستراكتد كده، وده اللي هيعمل الوجع وقد يعمل ابزوربشن غلط. فعشان تعمل له انفورسمنت ان هو يبتدي يجيب ايه؟ الاقلام والشكاكات. برضه العيان المصري ذكي، الانسولين لو غلي وهو خرج بره منظومه التامين يروح يجيب البنفل اللي هي الخرطوشة اللي فيها 10 مللي ويحقن فيها البنفل ويحطها في القلم تاني، يحصل كراكنج. ساعات القلم ما يشتغلش كويس، يبقى ما نستخدمش قلم بتاع شركه مكان قلم بتاع شركه تانيه. ما ناخدش من الفاير ونحقن في الكارترينج مره واثنين وثلاثه، هيعمل انفكشن ومش هيبقى ابروبريتلي يوزد. مهم قوي ان احنا نعرف السيك داي مانجمنت. ده بالنسبه لنا كدكتور اول خطوه، لكن الولد بيرجع خلاص ما تدلوش انسولين. بالعكس احنا اي بيشنت جاي ريسبوندنج بنعتبر ان هو دخل في ليك ايه انتل جروب اذروايز. نيفر ستوب انسولين، ممكن نعدل المواعيد، ممكن ندي معاها اي في، لكن نيفر ان احنا نستوب انسولين في السيك داي. ونفس الحكايه بالنسبه للسيرجري، نفس الحكايه. التارجت بتاعه لازم يكون سكره من 90 ل 180. الحاجه اللي دايما بننساها في عين الدايبتس ايه؟ هو بيجرو كويس ولا لا؟ مهم قوي. ليه؟ لان احنا ساعات الاهل عشان يطمنوا يخلي السكر الفجر عالي، ينيموا سكر عالي ويخليه سكره عالي الفجر. ليه؟ عشان يبقى دايما مطمن انه مش هيتشنج ومش هيهبط، صح؟ دي الفتره اللي بيطلع فيها جروث هرمون، دي الفتره اللي بيطلع فيها السكس سترويدز، فده بيعطل لك الجروث. طيب بقى مش مهم، يتعطل الجروث وهديله جروث هرمون. الجروث هرمون مع عيان الدايبيتس ممكن يزود الدايبيتك ريتينوباسي، فبالتالي مرعب ان انت تديه في عيان دايبيتك سيفلي. يبقى تاخد بالك ان كل مرحله من مراحل النمو من اول انترنت راين لايف ابورد ليها كنترولر. في الاول نيوتريشن مع ثايرويد مع جروس هرمون ونخش السكس ستيرويدز. عايز تحافظ على دول في وسط ما انت بتاكله كويس، يبقى انت لازم تحافظ على نيوتريشن كويس، لازم تحافظ على دايورنال فاريشن كويس، لازم تحافظ على انسولين وسكر مظبوط، مش بس انك انت تبقى مطمن ان سكره عالي ونايمه وخلاص. فده مهم جدا ان احنا نحافظ على السكر بتاعنا، ونحافظ على ان احنا انفورس الفاميلي ان هو برضه ما يبقاش مطمن بالسكر العالي، او احسن ما يقع احسن ما يجوخ. في كلمه مشهوره عند عين السكر ايه؟ اهو العالي احسن من الايه؟ من الواطي. لا، احنا عندنا الواطي وحش والعالي وحش. طيب هل استخدام الطرق الحديثه زي المالتيبل دي انجكشن والكونتينوس سبتينوس انسولين سينسنج زي المضخ والحاجات دي كلها زود الاوتكم او حسن بارشل؟ لان في حاجات ثانيه زي ما اتفقنا اللي هي فلكتويشن والفاريبيليتي والحاجات دي كلها، دي مهمه انها to be considered. تمام. نفس القصه مع البيوبرتي، مهم قوي ان احنا نحافظ على البيوبرتال ايفنت بتاعنا ازاي، برضه ان السكر يبقى متظبط، وان احنا ايفالويت البيوبرتي بالستيجز بتاعها من كل مرحله عمريه. في البنات من اول 8 سنين وصغير من اول 9 بدا يظهر البريست بط، بدا يظهر الهير، بدا الحاجات دي كلها، عشان ما نجيش نفاجئ وهنلاقي عيانين السكر بالذات المخبطين. هتلاقي لك ايه في وقت البيوبرتي تبقى اصعب من زمان. تلاقيه تيجي تقول لك ايه، انا الدوره لسه ما جاتش زمان، هاجي انا الدوره. طب السكر ولا من ايه؟ ما هو انت ما تسيبوش لحد ما يبقى متاخر، وبعدين تبتدي تعمله الايه؟ الكير بتاعه. طيب هل الانسولين ممكن يقدم لي ده؟ بيقدمه من خلال كونسبت اسمه التايم ان رينج، وده جديد. يمكن طبعا كل اساتذتنا هنا بيتكلموا في الموضوع ده احسن مني، بس القصه ايه؟ ان احنا دلوقتي ما عدناش بنقول الهيموجلوبين اي 1 سي بس. لو انا عندي عيانين زي الاثنين دول، الاثنين هيموجلوبين اي 1 سي بتاعهم قريب جدا من بعض، لكن ده سكره نازل وطالع، فمجموعهم في الاخر ايه؟ كويس. لكن في الاخر هيموجلوبين اي 1 سي طلع 7، بس هو ما شافش هيموجلوبين كويس. هو نزل 50 وطلع 200. في واحد تاني مظبوط كويس وسكره كويس. ده اللي احنا بندور عليه، وده اللي بيسموه التايم ان رينج والفاريابيلتي.
ليه الهيموجلوبين اي 1 سي ما عادش حد يعتمد عليه قوي؟ بيتاثر بالهيموجلوبين العادي. فلو عيان انيميك، العيان عنده هيموجلوبين قليل، ده مش هيبقى كويس. العيان ده بياخد فيتامينز، النتيجه هتطلع غلط. بيتاثر باخر اسبوع واخر ست اسابيع عن الشهر ثلاث شهور. يعني انا لو العيان ده قعد شهرين كويس واخر شهر لخبط، هتطلع قياساته مختلفه. وبالتالي الهيموجلوبين اي 1 سي بقى دلوقتي مش بياخد سكته. الناس اكتر دلوقتي بتدور على التايم رينج، بين على بالك بقى الموجوده الاحمر وحش والاخضر كويس والاصفر عالي شويه والبرتقالي اعلى خالص وهكذا. بندور ان ما يبقاش فيه فاريابيلتي. طب الفاريابيلتي بتاثر على السكر الناس طبعا ده بيزود الكومبليكيشن ثلاث اضعاف. فبالتالي احنا مهم ان احنا نهرب من الجلوكوز فاريابيلتي. لما بتحسن الحاجات دي كلها، انت ممكن تحسن الريتروباسي بنسبه 64%، الالبومنوريا بنسبه 40%. لسه النيوروباسي ما بتحسنش قوي، بس ستيل النتائج دي احسن كتير ان انت بتقل 60% من العيانين او 50% من العيانين. دي حاجه كويسه. هنا الناس بتدور على بيزل انسولين كويس، هو هنا بيدوروا على حاجه اسمها الجلارجين 300 او اسمه في السوق التوجيب، وده دواء كويس كستارتنج وككونتينيويشن. هو ده المرحله الثانيه من البيزل انسولين اللي هي تعمل دايبيتك كنترول. مقارنه بالجلارجين 100 اللي هو الموجود في السوق حاليا اللي هو الجولد ستاندرد او الديجلوديك، هو مور ستيبل مور ستيدي. الريسك بتاع الهايبوجلايسيميا اقل والديوريشن بتاعته احسن. وبالتالي هو بيعمل بيتر كنترول للهيموجلوبين اي 1 سي والفاريابيلتي بتاعته. يهمني قوي ان احنا زي ما اتفقنا هستخدم الانسولين كويس، هستخدم التولز كويسه، بس انا كدكتور ابقى متعلم كويس واعلم عياني كويس عشان اوصل لدرجه بيتر من الكنترول. الجلاجين 300 من الحاجات اللي هتستخدم لي ده، وهتقلل لي الهايبوجلايسيميا ريسك، هتحسن لي الهيموجلوبين اي 1 سي، فبالتالي هيكون مور سيف، العيان مش هيبقى خايف ان هو يعمل دايابيتك كنترول احسن. برضه لما انت هتبتدي تظبط اكتر مش هياخد انسولين كتير، فبالتالي البودي ويت بتاعي مش هيزيد، فمش هيخش مني في اوبستي وانسل ريزيستنس ويزود لي المشاكل بتاعتي. دي الاستادز الموجوده، ودايما احنا بنقول الايه ان كل شركه بتحط نفسها احسن من الثانيه. فاحنا ايه، كل الشركات كويسه استخدم التولز بتاعتك بشكل كويس. اهم حاجه الكونتينوس كلوز مونيتورنج بتاعك تعمله صح. مش مهم هتعمله باجهزه، هتعمله بشرايط، هتعمل هيموجلوبين اي 1 سي، بس تبقى عارف التارجت بتاعك في العيان ايه، عارف ازاي تظبطه كويس، وعايز تعمله بيتر كنترول كويس. شكرا لحضراتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا.